بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد في حلقه جديده من ملوك الصلاه. الحقيقه يعني ما طلعناش معاكم الجمعه اللي فاتت، كنا طبعا العيد الكبير، كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده بنطلع معاكم عشان نحط الضوء طبعا اكيد على كل الالعاب الاخرى واهم الاحداث اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت داخل وخارج النادي الاهلي، على مستوى المنتخبات، على مستوى النادي الاهلي، على مستوى كمان الانتخابات في بعض الاتحادات. يعني وجودنا معاكم النهارده هيكون لحط الضوء طبعا بشكل كبير على الاحداث دي. زي ما عودناكم حلقتنا بتكون على فقرتين او ثلاثه، يمكن اول النهارده تبقى فقرتين، اول فقره هتكون انترو لاخبار مهمه حصلت جوه النادي الاهلي وحصلت خارج النادي الاهلي الحقيقه، وكمان هيبقى معانا ابطال طبعا بعد الانترو وبعد المقدمه هيكون معانا ابطال كرة اليد 20 سنة، كرة الماء أو كرة الماء تحت 20 سنة. الحقيقة الفريق ده حصل على بطولة الدوري العام الموسم الماضي. ليه احنا دايما مصرين على السباحة وألعاب الماء؟ الحقيقة هم مظلومين، مظلومين إعلاميا لأنه إنجازات كبيرة بتحصل، إنجازات كتير بتتحقق على أرض الواقع، ولكن قلة إذاعة المباريات، قلة إذاعة المنافسات ليهم كمان بتبقى بتبعد الضوء عنهم شويه. ولكن احنا هنا دايما حريصين ان دايما يكون فقره ثابته معانا للسباحه والعاب الماء. هيكون معانا فريق 20 سنه هنحط الضوء عليهم، طبعا المدير الفني سيف ممدوح، كابتن سيف ممدوح هيكون معانا ومجموعه من اللاعبين المميزين، هنشوف الانجاز، هنشوف الاستعدادات للموسم الجديد. الفقره الثانيه هيكون معانا كابتن محمد، او الثالثه بقى هيكون معانا كابتن محمد مصلحي المدير الفني لفريق الطائره بالنادي الاهلي. الحقيقه الطايره الموسم اللي فات خاضت 3 بطولات، كان اهمها طبعا بطوله افريقيا اللي حصلنا عليها كانت في تونس. السنه دي برضو حصل تدعيمات للفريق، حصل انضمام مجموعه من الشباب، فريق فيه مجموعه من اللاعبين الشباب. الحقيقه كابتن محمد اصر ان هم يعني ينضموا للفريق الاول، في اشتراكات كتير، في منافسات، في شكل تاني للفرقه، محتاجين نعرف الوضع ايه، المنافسات ايه، الاستعدادات ايه. خلينا ابتدي معاكم بالفقره الاولى اللي هي الاخبار. انا حابب ابتدي بس بحته معينه هي انتخابات اتحاد السله. الحقيقه يمكن اللجنه الاولمبيه بعد صدور قانون الرياضه الجديد واللائحه الاسترشاديه اللي حضرتها اللجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه من ضمن الامور اللي اخرت صدور قانون الرياضه هي المحكمه الرياضيه او التحكيم الرياضي. الحقيقه ده احد اركان او احد الاركان المهمه في استكمال المنظومه، لان طبعا اكيد بيحصل طاعون، اكيد بيحصل شكاوى، لازم يكون في جهه، لابد ان تكون جهه مستقله عن اللجنه الاولمبيه، يعني جهه التحكيم الرياضي لابد، ما ينفعش يبقى الحكم والخصم هو في نفس الوقت. مفروض لسه ما استلمتش مهمتها حتى الان المحكمه الرياضيه، ولكن مطلوب تفعيلها باقصى وقت لانه في امور محتاجه للطعن، يمكن كان ابرزها طبعا اللائحه الاسترشاديه اللي اتطبقت على النادي الاهلي، او طبعا اصرار اللجنه الاولمبيه على تطبيق اللائحه الاسترشاديه وعدم اعتماد لائحه النادي الاهلي الداخليه، فطبعا دي احد القضايا المطروحه قدام اللجنه الاولمبيه. في بعض الاتحادات انتخاباتهم خلصت، في طعون متقدمه الحقيقه لهذا الطعن. انا بس في بند مهم جدا عايز اقول لحضراتكم عليها، هي الماده الثامنه في شروط مندوب الهيئه. دي المادة الثامنة في قانون الرياضة أو اللائحة الاسترشادية، مهم جدا أقراها لحضراتكم وأعرفكم إيه الشروط للمندوب اللي بيطلع عن النادي أو الهيئة الرياضية اللي بيدلي بصوته. خلينا نتكلم. يشترط في المندوب الذي يمثل الهيئة عضو الاتحاد في الجمعية العمومية أن يكون رئيسا أو أحد أعضاء مجلس إدارتها، بشرط ألا يكون مرشحا لمجلس إدارة الاتحاد، ده وضع طبيعي، اللي ما ينفعش يبقى هو اللي جاي يدلي بالصوت، هو مرشح أيضا في الاتحاد. أو أحد أقارب، من هنا بقى نبتدي نركز، أو أحد أقارب المرشحين نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ويتم اختيار المندوب بقرار من مجلس إدارة الهيئة على أن تصدر استمارة المندوب من اللجنة الأولمبية المصرية وتختم بختم اللجنة وتسلم للاتحاد توزيعا للمندوبين بواقع عدد 2 استمارة. إذا أهم نقطة تهمنا إن ما بقاش في صلة قرابة ما بين المندوب اللي طالع بالصوت من مجلس الإدارة اللي هو بيبقى رئيس مجلس إدارة أو أحد الأعضاء عشان يدلي بالصوت. طبعا المشرع هنا حاطط البند ده عشان يضمن الحياديه ويضمن تساوي الفرص من كل المرشحين. الحقيقه في انتخابات اتحاد السله حصل يعني قضيتين تم الطعن على واحده ولسه سيتم الطعن على الثانيه.
طبعا الكلام ده يعني على مسؤوليه الراوي او على مسؤوليه الطاعن طبعا اكيد، لانه اللي هيتحقق من صحه هذا الكلام معانا مع بعض اهو حاطين هايلايتس على النقطه او احد اقارب المرشحين نسبا او مصاهره حتى الدرجه الرابعه. احنا حصل اعتراض اثناء التصويت على يعني الصوت نادي 6 اكتوبر بالتحديد، ان كان في صله مصاهره سابقه، يعني هي مش موجوده دلوقتي ولكن كانت موجوده. طيب خلينا يعني نسمع الموضوع ده بالظبط من طبعا الاستاذ محمد الجبلاوي او الكابتن محمد الجبلاوي احد المرشحين لمجلس اداره اتحاد السله، واللي تقدم بالطعن فعلا يوم الاربعاء تقريبا على ما اتذكر قبل العيد. اهلا بك يا كابتن. اهلا كابتن هيثم، كل سنه طيبين. وحضرتك طيب واهلا بيك في قناه النادي الاهلي. يا استاذ احنا اللي الشرف الاول. الحقيقه انا كنت الاول طبعا ذكرت قبل ما حضرتك، ما اعرفش حضرتك كنت معايا على الهواء، لا ذكرت منصوص الماده الثامنه، يمكن حابين نسمع من حضرتك يعني حيثيات طعنك عليه والحالات اللي انت حضرتك شايفها يعني خرجت بره هذا البند. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن هيثم، احنا طبعا لما نيجي نتكلم على الباسكت في مصر عامه وفي الصعيد خاصه، احنا لينا فتره في الصعيد بنجرف من الباسكت. حتى لما انت لو انت نظرت نظره بعيده حاليا في الانتخابات، مفيش ممثل من الجيزه لاسوان في الصعيد لحد دلوقتي. دليل على ان في فكر موجود بيتعمل حاليا او في الموجود في الاتحاد المصري لكره السله باستبعاد اغلب القيادات في المراكز او في الاماكن البعيده دي، بحيث اللعبه زي ما احنا شايفين دلوقتي. انا حاليا الباسكت انا بعتبرها اللعبه الرابعه بعد ما كانت اللعبه الثانيه. لو جينا سيبنا الموضوع العام ودخلنا في موضوع الانتخابات نفسها، احنا حذرنا قبل كده كتير قبل الانتخابات ان ما ينفعش عدم اسناد الانتخابات لاحد المرشحين. هل يعقل هيثم بيه يبقى الخصم والحكم في ان واحد؟ ينفع ان رئيس الاتحاد السابق هو من هو يكون مشرف على الانتخابات، وهو اللي بيتقبل الطعون، وهو اللي بيرفض الاضويه، وهو اللي بيقبل الاستمارات؟ ما يصحش. انت راجل مرشح المفروض يتم استبعاده. قبل كده حذر النائب سمير البطيخ عضو لجنه الشباب اللجنه الاولمبيه بتعيين مشرف انتخابات السله الدكتور مجدي ابو فرخه يبقى هو المشرف، لان يبقى كده خصمه حكم، ومع ذلك لم يتخذ اي اجراء، وبالتالي حصل تجاوزات غير عاديه في الانديه، ومنهم على سبيل المثال نادي 6 اكتوبر ونادي المريخ بوجود اقارب من الدرجه الثانيه والثالثه بين المندوب وبين المرشح، اللي هو نفاه اصلا القانون او اللائحه النظام الاساسي لاتحاد السله اللي هي نشرت بالوقائع المصريه في العدد 157 في 12/7/2017، ان لا يجوز للمرشح ان يكون المندوب له قريبا من الدرجه نسبا او مصارعه حتى الدرجه الرابعه. ومع ذلك طبعا لان في مصلحه في ان المندوب يتم التصويت ليه بهذا الصوت، تم تلاشي هذا الطعون، علما ان احنا قدمنا طعن للجنه الاولمبيه وكان المفترض على اللجنه الاولمبيه ان يتم الاخذ بالطعن واستبعاد زي ما بتقول الماده التاسعه، استبعاد المندوب ما يخشش اصلا الانتخابات ولا 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 يروح اسمه. طب خليني كابتن محمد يعني عايز اسالك سؤال، يعني هو دلوقتي يعني ازاي يقدر يتاكد يعني الاتحاد اللي موجود او اي حد بيدير الانتخابات ازاي يتاكد ان ما فيش صله قرابه؟ يعني انا دلوقتي في مرشح جاي لي، نادي مجلس اداره بعت اسمه، انا ازاي اتاكد ان ما فيش صله قرابه ما بين هذا المرشح وما بين المندوب اللي طالع من النادي؟ سعادتك دي لائحه نظام اساسي وقانون، يعتبر بواقع القانون ان انا لما باجي ابعت للنادي وبديله الشروط المطابقه للكلام ده، انا بكتبه اقرار في حال شهود اي زي كده بيتم استبعاد النادي. انا النهارده قدمت لك طعن قبل الانتخابات باكثر من 48 ساعه تمام سعادتك، واديتك المستندات ما تفيد القرابه بين القسم بين المندوب وبين النادي والعلاقه النسب اللي بين الاثنين حتى الدرجه الرابعه. انا يمكن مش عايز سعادتك اجيب اسماء لان طبعا الطعن تم. لا حضرتك قدمت طعن خلاص في اللجنه الاولمبيه. ومنتظر طبعا تفعيل المحكمه، لان طبعا يعني سياده المستشار الجليل اللي هو رئيس المحكمه حاليا حاجه يعني قامه في في في, في, في القانون، منتظرين تفعيل هذا المركز التسويه والتحكيم الرياضي اللي هو فعلا يعني لو ربنا كرم وابتدى العمل فيه عمل جدي هيفرق معانا في الرياضه كتير في كل مشاكلنا وجميع المشاكل بعيد من المحاكم وقول التقاضي زي ما انت عارف سعادتك. صحيح. احنا في موضوع القرابه اللي ثبتها ازاي، انا ثبتها بالاوراق وجبت سعادتك صور البطايق المتقدمه، لان الاتحاد لما بيجي يقدم المندوب سعادتك بياخد البطاقه بتاعته وبياخد مندوب البطاقه بتاعت المرشح. تمام سعادتك؟ لما انا اجيب لك العلاقه بين البطاقتين
بزواج الاخوات او بزواج النسب او العلاقه الموجوده بينهم، وانت ترفض انك تطلع بحجه اني انا 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 مش الجهه المفروض القاضي اللي يجي لجنه الانتخابات يوم الانتخابات انت تقدم فيها، ده لجنه اولمبيه. اجي عندي يوم لجنه الانتخابات، يوم الانتخابات اقدمها للقاضي يقول لي انا مش جهه فحص طعون، انا مسؤول عن الانتخابات فقط. طب المفترض ان مين اللي يتولى القصه دي؟ بس هو خلينا نتكلم ان المستشار اللي كان بيدير الجلسه هو بيديرها من ناحية التنفيذية، يعني هو بيشوف هو مش جهة تحقيق عشان يتأكد إذا كان الطعن ولا يا إما الطعن كان مفروض قبل ما يوصل للمرحلة دي أو بعد إجراء الانتخابات كده. سعادتك هيثم بيه، بس احنا بنقول ايه؟ رجعنا للمادة التاسعة اللي بتقول ايه؟ على مجلس إدارة الاتحاد أن يتحقق من توافر الشروط المقررة من المندوبين الواردة بالمادة 8. يعني هو ساب الموضوع لمين؟ ساب للحكم والقاضي، ساب للمرشح اللي مترشح على رئاسة الاتحاد، ساب له المادة 9 اللي هو على مجلس إدارة الاتحاد يتحقق من توافر الشروط. طب أنا أتحقق ليه من توافر الشروط وأنا مستفيد من المندوب ده؟ المندوب ده هو اللي هيطلع. سعادتك إحنا شفنا خلل في الانتخابات بتاعة الباسكت الدورة دي، خلل مش طبيعي بالذات في الصعيد. إحنا سعادتك ال 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 المال السياسي أو المال الرياضي نزل في الصعيد بطريقة مش طبيعية. أنا النهاردة لو فتحت في موضوع الانتخابات واللي حصل فيها في الصعيد، أنا النهاردة لما يبقى مندوب نجيلي موظف في موظف صغير في مصنع ينزل في البارون ولا ينزل بس لا، يعني خلينا نتكلم عن النقطتين اللي هم او الماده الثامنه، يمكن حضرتك يعني شرحتهم باستفاضه استاذ محمد الجبلاوي طبعا، والطاعون واحنا في انتظار اكيد، وحضرتك منتظر كمان نشوف اللجنه الاولمبيه هتعمل ايه. انا منتظر طبعا تفعيل المحكمه، وواثق في ان شاء الله في الحكم، وانا واثق ان اثبات العلاقه النسب اللي هي تبطل هذا التصوات من الانديه او عدد الاثنين انديه دول يعني عدد الاجيال الاساسيه في ناس كثيره. سعادتك كابتن هيثم صوت واحد كان هيفرق معاها تبقى جوه الاتحاد، فبالتالي الصوت ده مؤثر جدا في تغيير النتيجه كامله. صحيح. وبالتالي لو ربنا ثبت ان شاء الله، وان شاء الله احنا يعني مستنداتنا وافيه جدا ان اثبات الاشياء اللي في الطعون اللي معانا ان شاء الله هتثبت، وبالتالي يبقى النتيجه في الحاله دي لا لا لا, لا محيص ان يتم اعاده الانتخابات، وده هيبقى اول طعن قدام مركز التسويه والتحكيم الرياضي اللي ان شاء الله يبقى بدايه قويه ان شاء الله بناء على المستند اللي مقدمه له، ان تبقى بدايه قويه ان يتقص كل من هو فيه مشاكل رياضيه فيما بعد ان يرجع ليها ويبعد من القضاء ان شاء الله. هو دلوقتي خلاص ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمد الجبلاوي طبعا المرشح السابق، المحامي طبعا المرشح السابق لاتحاد السله، انتخابات اتحاد السله، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا الحقيقه. كان مهم ان احنا نتكلم لان لازم المنظومه المحكمه الرياضيه في اللجنه الاولمبيه تمارس عملها سريعا، لانه الحقيقه ده من اهم اركان يعني ترسيخ العدالة، أو أن ما يلجأش الناس للمحاكم العادية. خلينا نكمل حلقتنا مع حضراتكم، عندنا بعض الأخبار المهمة في منتخب شابات اليد. الحقيقة فاز النهاردة مباراة مهمة جدا 22-20 قدام الكونغو. الحقيقة هم فازوا مباراتين قبل كده مع كوت ديفوار 35-33 والرأس الأخضر 33-21. كل التوفيق الحقيقة اتحاد اليد، أو الفترة اللي فاتت في طفرة حاصلة شوية على مستوى السيدات، لانه احنا بقالنا فتره كبيره غايبين عن اشتراكات السيدات والناشئات، ولكن دي بدايه مشرفه ان شاء الله يحافظوا على المنتخب ده ويكمل على المستوى الكبير. حقيقه منتخب مصر النهارده الاول لفريق كره السله، نتمنى له طبعا كل التوفيق، بيشارك ببطوله افريقيا في السنغال. حقيقه النهارده كانت مباراه مهمه مع موزمبيق، فاز منتخب مصر 75-47. حقيقه تالق ثلاث لاعبين حقيقه في المنتخب كانوا افضل مسجلين، في هيثم كمال لاعب نادي سبورتنج، لاعب نادي الاتحاد واللي اتنقل لنادي سبورتنج في صفقه انتقال حر، احرز 14 نقطه وتالق في المباراه. في كمان مكاوي لاعب نادي الزمالك وحط 13 نقطه، في ابراهيم الجمال لاعب النادي الاهلي حط 13 نقطة. الحقيقة شهدت المباراة تألق الثلاثي اللي قلتهم لحضراتكم، كمان لاعبين النادي الأهلي اللي بيشاركوا أحمد السلعاوي مع المنتخب، عندنا إبراهيم الجمال وعندنا مهند الصباغ، كل التوفيق لمنتخب مصر. الحقيقة البطولة دي مش مؤهلة لحاجة، لأن البطولة دي مجرد لقب، لأن البطولات التأهيل كأس العالم هيتعمل زي الكورة، مجموعات ثم رايح جاي. تاني الباسكت بول أصبح زي الكورة، التأهل لكأس العالم أصبحت مباريات وتجميع نقط، ومن خلالها بتأهل خمس فرق لكأس العالم. خلينا نكمل أخبارنا الحقيقة، مش عارف جماعة التقارير جاهزة ولا يعني نقول الأخبار؟ طيب هنقول الأخبار. عندنا انضم خماسي الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي إلى المنتخب الوطني تحت 23 سنة، المشاركة في بطولة كأس العالم، وتقام البطولة في دولة سلوفينيا.
وتغادر بعثة المنتخب غدا الجمعة إلى سلفانيا بعد انتهاء المعسكر المغلق اللي كان في القاهرة. واللاعبات هم هن فريدة العسقلاني طبعا لاعبة نادي هليوبوليس، انضمت الموسم الماضي للنادي الأهلي آية الشامي، مريم مصطفى، رحمة حسن، ونور ياسين. كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر، وكل التوفيق للاعبات النادي الأهلي اللي انضموا لمنتخب مصر. عندنا الخبر الثاني، بيواصل محمد عبد المنعم لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي عمليات التأهيل الخاصة به بعد إصابته برباط الصليبي في بطولة أفريقيا اللي فاتت، كانت في تونس، كانت في مباراة قبل النهاية على ما أتذكر التي لحقت به في نهاية الموسم السابق. ويواصل التأهيل من خلال الجيم وجلسات تأهيل قوية. طبعا دي لقطات لمحمد عبد المنعم، طبعا لاعب الفريق الأول كان تعرض لإصابة خطيرة رباط صليبي، كنا شفناها وتابعناها على شاشات قناة النادي الأهلي، والحقيقة يعني ضرب مثل كبير للرجولة. محمد لاعب راجل، وطبعا أكيد يكون عودته عودة قوية، وننتظر منه المزيد إن شاء الله بعد التدعيمات اللي حصلت في فريق كرة الطائرة. طيب معانا خبر ثالث، فوز الفريق الاول لكره اليد رجال بالنادي الاهلي تحت قياده المدير الفني الكابتن عاصم حماد على فريق بورسعيد بنتيجه 34-25. الحقيقه نتيجه كبيره بتبين قد ايه فرق المستوى في اطار اولى المباريات الفريق في بطوله الدوري. واقيمت المباراه على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه الاربعاء الماضي، ده اول مباراه كانت في الدوري الممتاز. طبعا دي كابتن، دي لقطه الكابتن عاصم حماد في احدى المباريات في صاله النادي الاهلي. كمان فاز فريق مرتبط 98 على نفس الفريق بنتيجه 46-19. خلي بالكم احنا طبعا المرتبط مهم لانه بيضيفوا النتائج مع بعض. النادي الاهلي كره اليد الحقيقه حصل تدعيمات للفريق، مركزين كويس قوي، يمكن هم الفرقه الوحيده كره اليد اللي اتحط لها جدول للمنافسات. خلينا برضو نقول اللي لينا واللي علينا، اتحاد اليد احنا طالما انتقدناه في امور كثيره، ولكن الحقيقه في الناحيه التنظيميه والمسابقات على اعلى مستوى، الاتحاد الوحيد على مستوى العاب الصالات اللي حط منافساته من دلوقتي. يعني انا امبارح قابلت الكابتن عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي، او المهندس عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي، كان بيشتكي من النقطه دي انه مش قادر يحط خريطه الاشتراكات او خريطه الاشتراكات الخارجيه الافريقيه للفرق، لان ما جالوش جداول المنافسات الداخليه. الاتحاد الوحيد اللي بعت المنافسات هو اتحاد كره اليد. كل التحيه حقيقه للاتحادات اللي بتحط منافساتها بدري وبتخلي الانديه تقدر تعرف راسها من رجليها وتقدر تحط اشتراكاتها. طيب عندنا الخبر الرابع، فوز الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي على الظهور بنتيجه 68-49 في اطار المباراه الوديه التي اقيمت على صاله النادي الاهلي. الحقيقه المباراه دي اقيمت امس، انا كنت برضو حضرتها بالصدفه، وبيواجهوا برضو ايضا الجزيره يوم الاثنين في ثاني مباراه الوديه للفريق استعدادا للموسم الجديد. كابتن ايهاب الالف المدير الفني، الحقيقه الراجل يعني دي طبعا لقطه من احد التدريبات في الصاله الفرعيه للنادي الاهلي. الحقيقه كابتن ايهاب الالف عامل شغل كويس، اللاعبات مركزين في تدعيمات حصلت، هاله شعراوي قاعده مع الفريق. الحقيقه يعني اولا ده مش المباراه، ده تدريب، كان يعني في شغل بيحصل ومركزين، وانا كنت حضرت يعني بالصدفه يعني احدى تدريبات ليهم او تدريبين كمان ليهم، في جديه في اخلاص، ربنا يكرمهم. السنه دي عملوا موسم كبير السنه اللي فاتت وشرفونا. يمكن دي لقطات لكابتن ايهاب الالف وبيدي توجيهاته للفريق في احدى التدريبات. كل التوفيق لفريق السيدات من النادي الاهلي لكره السله. طيب في تقريرات، تقارير هناخدها ثانيه واحده معاكم، انا في تقارير مصوره نخش عليها، بس ايه اللي جاهز معانا يا جماعه؟ الطايره مش كده؟ طيب طيب ناخد التقارير معانا. في يخوض الفريق الاول لكره الطائره سيدات بنادي الاهلي حاليا المرحله الثانيه من فتره الاعداد للموسم الجديد، والتركيز في هذه المرحلة على تطوير الجانب البدني عند اللاعبات على أن تتضمن المرحلة الثانية تدريبات لتنمية الجانب المهاري، مع التركيز أيضا على التدريبات البدنية. الكلام ده احنا مش جايبينه من عندنا، الكلام ده جايبينه من المدير الفني كابتن حمدي الصافي أكيد، وهو اللي قال الكلام ده. وهي خوض المباراة الودية بدءا من النصف الثاني من شهر سبتمبر، والتي ستكون خير إعداد للفريق قبل انطلاق مباريات الدوري في أكتوبر المقبل إن شاء الله. خلينا نشوف التقرير عن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات النادي الأهلي وأرجع لحضراتكم. والله احنا بادئين الحمد لله من شهر رمضان، من نص رمضان كده، والحمد لله ماشيين بفتره عاد كويسه قوي، والحمد لله فتره عاد مستمره لحد دلوقتي، وان شاء الله الفتره الجايه المفروض بامر الله كده، احنا لسه هم يعني مخلصين العيد،
هنخش على ماتشات وديه كده يعني بسيطه ان شاء الله بامر الله. عنصر الفريق عندنا كله في منتخب مصر وفي منتخب الشابات ومنتخب الدرجه الاولى، والباقي اللي موجود يعني شغال معاهم تمرين، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى في ماتشات وديه مع الفرق اللي هي هنا في القاهره زي وادي زي الزمالك او السيد او الطيران، عشان بس هم برضه يبقوا مستعدين لحد ما المجموعه الثانيه تيجي بامر الله. ان شاء الله ده اول موسم. انا السنه اللي فاتت كنت ماسك الناشئين 8 سنين بنات، والحمد لله خدنا البطوله معاهم. تم تصعيدي من قبل كابتن حمدي والجهاز اللي معاه كله، وماشيين دلوقتي في فتره الاعداد. معانا حوالي 7 أو 8 بنات مع اللي مصعدينهم من 18 و16. بنبدا فتره الاعداد ما بين يوقا وما بين فولي لحد بس ما بقيه الفرقه تكتمل من المنتخب ان شاء الله. ناخد دوري وكاس كالعاده مع بطوله افريقيه مع بطوله عربيه، عشان ربنا كمان يسهل ويأهلنا لكاس عالم انديه ان شاء الله. نستعد بقوه للموسم الجديد، علشان السنه اللي فاتت احنا خسرنا البطوله الافريقيه، فعايزين ان شاء الله السنه دي ناخد المركز الاول زي ما النادي الاهلي متعود. بالاضافه لو في بطوله عربيه احنا محتاجين نستعد لها كويس جدا، عشان نفضل على نفس المستوى بتاعنا زي السنه اللي فاتت وناخد المركز الاول، وده طبعا لبقيه البطولات اللي هي الكاس والدوري. فكابتن حمدي وكابتن ياسر والجهاز بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نستعد علشان نبقى باحسن شكل ان شاء الله الموسم اللي جاي. احنا ان شاء الله ناخد كل البطولات ودوري وكاس وافريقيا، ولو في عرب ان شاء الله، ونهديها طبعا للنادي الاهلي والجماهير. احنا ان شاء الله لازم يعني نشد حنا ونركز من الاول خالص، عشان ما يحصلش فينا دروب اللي حصل السنه اللي فاتت. يعني احنا مركزين قوي السنه دي، اللي احنا يعني نشوف اخطائنا السنه اللي فاتت كنا بنعمل ايه، ونعمل يعني السنه دي يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا. الحقيقة يعني تركيز شغل بيحصل جوه الفريق. نتمنى طبعا إن شاء الله الحلم الكبير بطولة أفريقيا يعود تاني لمكانه الطبيعي مع السيدات الطائرة في النادي الأهلي إن شاء الله السنة دي. طيب عندنا تقرير كمان، بينتظم الفريق الأول كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي في معسكر بالإسكندرية لمدة 3 أيام في منتصف سبتمبر الجاري استعدادا للموسم الجديد الذي من المقرر أن ينطلق في أكتوبر القادم. ويخوض الفريق 3 مباريات وديه خلال المعسكر امام سموحه وسبورتنج الاولمبي. يعني الفريق عمل معسكر هيروح 3 أيام يلعب 3 مباريات ورا بعض. طبعا اعداد ممتاز الحقيقه، ان يلعبوا له 3 مباريات ورا بعض حتى بيبقى في شكل معسكر خارجي بتبقى اكيد تاثيرها عالي جدا، من اجل اطمئنان على الجوانب البدنيه والفنيه لدى اللاعبات. وتكتمل صفوف الفريق خلال التدريبات عقب عوده اللاعبات نور طلعت علي وهاله مصطفى ورانا عبد الظاهر من المشاركه مع المنتخب في بطوله افريقيا. لما بيكتمل الفريق طبعا وتكتمل فرقه يعني فتره الاعداد بيبقى اكيد الموضوع احسن. هنطلع لتقرير نشوف الموضوع ده، وبعد التقرير هستقبل ضيوفي طبعا نجوم كره الماء تحت 20 سنه. هستقبل طبعا المدير الفني كابتن سيف ممدوح واللاعبين ايمن عادل واحمد فؤاد ومازن قاسم. هنطلع للتقرير وبعد كده ارجع استقبل ضيوفي، ما تروحوش بعيد. الحمد لله بدأنا الموسم في شهر 7، عملنا فترة الإعداد لسه مكملين فيها. ابتدينا بعد العيد شوية بشوية بنحضر للماتشات الودية إن شاء الله. لعبنا ماتش الخميس، عندنا ماتش يوم السبت، وعندنا ماتش الاثنين، السبت مع الغابة والاثنين مع الجزيرة، وبعديها نسافر معسكر في اسكندرية نلعب سموحة وسبورتنج إن شاء الله، عشان في ده بنستعد. عملنا يعني بدري شويه الماتشات الوديه، لسه مش عارفين الدوري يبتدي امتى، لكن احنا بنستعد في انتظار موافقه النادي لبطوله افريقيا ان شاء الله في اول 10 باذن الله. الفرقه كلها موجوده بفضل الله، وعملنا فتره كويسه جدا، هيبان اكتر واكتر مع الماتشات الوديه اللي هنلعبها اللي جايه. والفرقه يعني احسن شويه من السنه اللي فاتت، لان كان عندي نادين لعيبه كويسه واطول، ويعني اطول لعيبه في مصر تعتبر، كانت عندها رجع من رباط صليبي مع المنتخب، داخله الحمد لله فورمه شويه بشويه،
ده يعني اللي مطمنا شويه تحت الحلقه. وعندنا بنتين طالعين من تحت 18 سنه اتسجلوا السنه دي، دول اضافه كمان مع الاربعه اللي طالعين من تحت 18 سنه، ففي تغيير وفي تصغير سن اكتر وفي دم جديد في الفرقه السنه دي ان شاء الله. والبنات يعني احنا متعهدين لعيبه وجهاز ان احنا ان شاء الله نعمل سيزون افضل من السنه اللي فاتت. خلاص النادي يوفر كل حاجه حتى في موضوع التدعيم اللاعبات، النادي ما تاخرش، لكن كان الرفض من الانديه اللي طلبنا منها البنات. لكن ان شاء الله النادي الاهلي طول عمره يعني عنده قاعده كبيره جدا من الناشئات، واحنا بنجني يعني ثمارها بصراحه السنه ان شاء الله السنه دي والسنين اللي جايه. فان شاء الله ربنا يوفق، بس احنا منتظرين يعني الحاجه المهمه، منتظرين موافقه النادي الاهلي ان شاء الله على المشاركه في تصفيات بطوله افريقيا للمنطقه الخامسه من 1/10 ل 7/10 ان شاء الله. هو احنا بنتمرن صبح وبالليل الفتره دي، وبنتمرن جامد جدا ديفنس وفيتنس وكل حاجه، عشان مش عايزين ولا بطوله ان شاء الله السنه دي تضيع مننا، فبنتمرن كل حاجه تراك وجيم وكل حاجه. هو نفس المنافسه بتاعت كل سنه، كل الفرق كويسه واحنا بننزلش ماتش مستهونين بفرقه، بس السنه دي يعني التارجت بتاعنا اعلى، مش عايزين ولا بطوله تضيع مننا. السنه اللي فاتت ما خدناش الدوري، السنه دي عايزين ناخد التلات بطولات ان شاء الله. السنه دلوقتي احنا في فتره الاعداد وشغالين بصراحه جامد جدا، تمرين 2 في اليوم وبنجري جامد وبنستعد كويس قوي ونخش الجيم وكده، فان شاء الله الموسم يبقى حلو. هتجهزنا كويس جدا طبعا، علشان هنخش في مود بتاع الماتشات، وهذا هيجهزنا كويس جدا للدوري المرتبط والكاس وكده. احنا طبعا يعني بنتمرن كتير وبنتمرن جامد، وان شاء الله ان شاء الله يعني عايزين نحقق حاجات كتير السنه دي ان شاء الله. هي بتفرق معانا، بنشوف احنا مستوانا فين من الماتشات الوديه، يعني بنتجهز مثلا لو في غلطات او حاجه بنحاول نصلحها في الماتشات الجامده، بتساعدنا يعني ان احنا نبقى احسن. اهلا بحضراتكم من جديد، انضم لنا في الاستوديو نجوم الووتر بولو او كره الماء تحت 20 سنه. الحقيقه اللعبه دي كان عندنا فيها مشكله من سنتين ثلاثه، النادي تبنى سياسه معينه اعتمد على الناشئين، ولاد النادي كبروا دلوقتي بقى بيحتلوا مكانهم الطبيعي. 20 سنه خدوا الدوري، معنى ان 20 سنه خد الدوري دلوقتي يعني احنا بنتكلم في سنه او اثنين او ثلاثه كمان هنلاقي ان شاء الله الفريق الاول بياخد الدوري. خليني بس اعرفكم حاجه، ان دوري الووتر بولو من اصعب الدوريات في مصر في اي لعبه، لان فيها انديه بتقاتل على البطوله بشراسه. عندنا الجزيره، عندنا الهليوبلس، النادي الاهلي، في انديه بتقاتل بشراسه وبيبقى المنافسات قريبه جدا. فطبعا ان احنا نوصل 20 سنه ناخد بطوله الدوري، وكان عندنا مجموعه من اللاعبين، ثلاث لاعبين اشتركوا مع منتخب مصر تحت 20 سنه اللي شارك في بطوله العالم في صربيا، الحقيقه ده مستقبل مبشر. الحقيقه ما كانش ينفع طبعا ما نحطش الضوء على الحدث ده، وكمان هنفضل الفتره الجايه مراقبين اللعبه دي كويس، لان هم الحقيقه في مجهود كبير بيبذل، لانها لعبه عنيفه جدا، لعبه محتاجه عدد تدريبات في الاسبوع كتير وبدني وفني بشكل كبير. طبعا برحب بضيوفي بالاول، كابتن سيف ممدوح المدير الفني للفريق واللي حصل مع فرقته على بطوله الدوري العام الموسم الماضي او الموسم اللي فات. اهلا بيك يا كابتن. اهلا اهلا وسهلا كابتن، نورنا ومنور قناه النادي الاهلي. متشكرين، انا مبسوط جدا موجود معاك النهارده، وكل سنه وانت طيب. انا عرفت ان عيد ميلادك حضرتك طيب ومنورنا، وده بيتك ومكانك قناه النادي الاهلي. متشكرين. وبرحب بمازن قاسم طبعا لاعب الفريق واللي حصل ايضا مع الفريق على بطوله الدوري العام الموسم الماضي. منور يا مازن. منورك والف مبروك، ومنور في بيتك قناه النادي الاهلي. الحمد لله. وبرحب كمان باللاعب احمد فؤاد، اهلا بيك يا احمد. اهلا، منورنا بنورك. الف مبروك. الله يبارك حضرتك. وطبعا برحب كمان بايمن عادل لاعب الفريق، منورنا ايمن. منور بحضرتك، ربنا يبارك. انت لسه راجع من المنتخب كمان. الحمد لله. يلا الف الف مبروك اشتراكك، والف الف مبروك على البطوله. الله يبارك لك. الحقيقه طبعا اتوجه في بدايه الحلقه طبعا لكابتن سيف، يعني الحقيقه مجهود جميل، نتيجه اكيد ما جاتش من فراغ، منافسين شرسين. كلمني عن رحله الدوري العام. هو الاول بسم الله الرحمن الرحيم كان في توجه من الاداره السنتين يعني ثلاثه اللي فاتوا ان احنا هنهتم بقطاع الناشئين. من سنتين ابتدينا نستخدم مدربين اجانب لقطاع الناشئين، ابتدى يبقى في احتكاك دولي سنوي للفرق.
فده كان لازم هيبقى له نتيجه في الاخر. ابتدى امتى المشوار ده يا كابتن بالظبط؟ ابتدينا يعني اول يعني 2013 2014 الموسم ده كانت يعني كانت بدايه، وكنا ساعتها فعلا زي ما كنت حضرتك بتقول كنا يعني قبل ما نطلع كنا شويه بعيد. الفتره اللي فاتت يعني احنا الموسم اللي فات احنا البطوله مواليد 97 هم اللي كسبوا البطوله، بس احنا عندنا كذا سن لعب مباراه نهائيه، يعني عندنا 2003 لعب مباراه نهائيه، 2001 لعب مباراه نهائيه، خلاص ابتدينا نبقى مع يعني ابتدينا نقرب دايما مكاننا فوق بالظبط بالظبط. فخلاص الناس كلها قربت، مساله يعني وقت، هو موسم او اثنين وان شاء الله يعني نبقى في سيطره. طب مين انت لعبت فاينل اكيد مع مين يا كابتن؟ هو الفاينل كان يعني مقسوم اثنين، اول الماتش كان مع نادي هليوبلس، ده الماتش اللي كان لازم نكسبه والحمد لله ربنا وفقنا، وكان ماتش صعب جدا، وكانت يعني كان خلص 10 9 او 11 10 كان في نادي الجزيره. والخوف بقى كله كان الماتش اللي بعديه، لان احنا كان الماتش اللي بعديه اسهل منه طبعا نسبيا، اسهل من ماتش هليوبلس، بس هو كان مع نادي الزمالك وكان اخر ماتش في البطوله ولازم نكسبه. حضرتك طبعا عارف ان مباراه الاهلي والزمالك دي ليها بطوله ثانيه خالص، فالواحد كان ايه يعني الماتش ده كان متحفز جدا، بس من البدايه يعني احنا اول كوارتر كان خلصان 5-0 مع نادي الزمالك، وبعد كده الماتش كله خلص 13-9. ف كان في سيطره يعني من اول مباراه، كان في سيطره من اول مباراه، احنا داخلين الدوره المجمعه النهائيه في المركز الثالث وكسبنا الدوره المجمعه كلها، فبقينا المركز الاول، فده بيوري قد ايه المنافسه كانت قريبه جدا، كان ممكن اي حد من ثلاث فرق احنا او الجزيره او هليوبلس يكسب البطوله، بس بصراحه الموضوع كان قريب، الموضوع كان قريب، واللعيبه كانت بصراحه على قدر المسؤوليه. وكان مباراه الاهلي والزمالك يمكن في الووتر بول، وانا عارف بتبقى ليها طبعًا حساسيه معينه، بس احنا الحمد لله اغلب مبارياتنا او منافساتنا مع الزمالك السنه دي كانت بالظبط كانت في صالح نادي الاهلي طبعا. طيب وحضرتك شايف يعني برضو الجيل اللي موجود دلوقتي 20 سنه، الجيل اللي طالع، ما احنا برضو عايزين نحافظ على بالظبط بالظبط. هو احنا اصلا انا يعني بقالي 3 سنين، اول سنتين كنت مدرب عام مع الدرجه الاولى مع كابتن وليد عزت اللي هو المدير الفني، والسنه اللي هي بتاعه الموسم اللي فات ده كانت اول مره ابقى مسؤول عن فرقه بتاعه 20 سنه. ده كان جزء من التوجه اللي قلت لحضرتك عليه ان احنا عايزين، لان الجاب كانت وسعت ما بين الدرجه الاولى، ابتدت الاعمار تكبر شويه ولسه ما فيش حاجه طالعه من تحت تسند يعني. فبالظبط فبدانا البطوله على فكره هي مواليد 97، بس احنا مثلا كان الحارس مرمى بتاعنا مواليد 99 يعني اصغر، ومازن مثلا 98 ما شاء الله، كان معانا 2-3 لعيبه من 99 غير الحارس المرمى، ولعب معانا لعيب من 2001 في ماتش اسمه يوسف مصطفى، ودي صور ليكوا يا كباتن يعني صور دي ده بعد الدوري يعني. بعد ما خلصنا خلاص ما شاء الله لعب عنيف. هروح لمازن، مازن يعني عايز برضو، انت من ولادي نادي الاهلي يعني من اول ما لعبت ووتر بول وانت في نادي الاهلي وطلعت في نادي الاهلي طول عمرك. طيب قول لي يعني معلش، هي لعبه عنيفه طبعا ولعبه صعبه، ايه اللي حببك فيها وايه اللي خلاك توصل للمستوى ده؟ يعني احكي لي كده. انا الاول ابتديت كنت بلعب سباحه الاول، وكان لي اخ اكبر مني كان بيلعب ووتر بول فبس انا من الفرجه معايا روح التمرين وكده، فقلت لا انا مش عايز العب سباحه، هبتدي ووتر بول. خلاص سبت السباحه وانا مثلا عندي 10 سنين، ابتديت مدارس الووتر بولو شويه بشويه، بقى ابتدينا بقينا فرقه وكده، وده اللي حببني في اللعبه، ان يعني السباحه لعبه فرديه لكن دي لعبه فيها بتشد انتباه الاطفال، يعني انت واقف بتتفرج اللعب والكوره وكده، الاحتكاك كله بيبقى عايز. فده بدات بعدين بقى اول بطوله لعبتها عندي كان 13 سنه، دي خدنا فيها ثلاث، ده كانت مع سن اللي هو 98، بعد كده بقى ابتديت اتصعد مع السن الاكبر مني 97، بعد كده انت على طول بتلعب مع السن الاكبر مني. الحمد لله ده السبب الرئيسي في مستواك عالي. طبعا بتشارك مع الاكبر مني. الحمد لله. بعدين احنا دلوقتي اهو خلاص يعني 20 سنه كلها بقينا فريق درجه اولى بقى لنا سنتين، وده احسن حاجه، ده اكتر حاجه ممكن توصل لها في النادي ان انت تبقى لعيب درجه اولى، لان احنا كان عندنا المنتخب ما فيش منتخبات درجه اولى، هو بتلعب منتخب 20 سنه بعد كده خلاص بيوقف المنتخب. فاحنا الحمد لله وصلنا لاعلى درجه عندها في النادي اللي هي الدرجه الاولى. البطوله بقى يعني احنا بدانا الماتشات، اول حاجه بدانا بدايه صعبه، كان في عندنا ماتش زي الصيد، لعب الصيد ده ما كانش المفروض الفرقه دي ما بتنافسش على البطوله. الماتش ده خلص لينا فرق واحد، والجون كان في اخر ثلاث ثواني كده خلصنا زي الباسكت كده. زي الباسكت يعني. الماتش ده لو كنا وقعنا تعادل او خساره ده كان عامل لها دروب كبير في البطوله، كان ممكن تضيع مننا، بس الحمد لله
ده لعيب اسمه ادهم ده يعني الحمد لله خلص لنا الماتش في اخر 3 ثواني ده اللي كسبنا الماتش. الماتش ده لو كان خلص تعادل كان هيفرق. خلاص احنا خدنا الدوري فرق نقطتين، ده لو تعادل خلينا بقى نخش في حسبه ثانيه فرق اجوان ومباريات حسبه ثانيه اكيد مش هتجيلنا علشان بس نقعد نقول ايه بس ما نقعدش نقول حصل برده زي الدرجه الاولى برده حصل حسبه ثانيه والمركز الثاني وخدنا ودخلنا في القصه دي. ودي كانت طبعا صور من احدى اللقاءات، ولكن يعني اي مساواه مع النادي الاهلي مع اي فرقه تانية بيبقى النتيجه النتيجه محسومه من الاول. طيب خليني برضو اقول يعني موضوع الدراسه برضو يعني لعبه عنيفه، انتوا تمريناتكم بتبقى 3 ولا 4 ساعات وبتتمرنوا الصبح وبالليل وفتنس يعني بتعمل ايه في الدراسه؟ طبعا دي من اصعب الاوقات اللي هي وقت الدراسه مع بدايه فتره الاعداد. دخلت جامعه انت؟ بيبقى التمرين مثلا الساعه 6:30 الصبح تروح تتمرن، بعد تخلص تطلع الجامعه، خلص جامعه الساعه 4 يا دوبك لو هتلحق تروح ساعه تجيب حاجتك وتنزل على التمرين تاني، وتطلع من الجامعه على التمرين تاني اللي هو التمرين بتاع بالليل الساعه 8، تبتدي بقى الجيم ساعه، بعد كده الميه وكده، عم نخلص 12 واليوم بقى بيعيد نفسه. طب كلمني عن المذاكره في العربيه. المذاكره ده اهم حاجه، المذاكره في العربيه والباص ده هو ده الوقت. يعني المذاكره في العربيه ده الاساس. وانت من التمرين للجامعه ومن الجامعه للتمرين هو ده الوقت. هو دي الساعتين اللي انت بتقول بس يقول الساعه ونص اللي يعني ايه هم فيهم الشفاء عشان ايه تعدي. غير كده يا نوم يا اكل يا تمرين. الموضوع صعب. ربنا يوفقك يا مازن. يعني اروح لايمن برضو، يعني انت ما شاء الله لسه راجع مع المنتخب. الحمد لله. الاول كلمني عن يعني رحله الدوري العام، استعداداتكم، انتوا كنتوا حاسين ازاي الدوري السنه اللي فاتت؟ هل انتوا كنتوا قادرين تاخدوها ولا لا؟ وكلمني عن انضمامك للمنتخب. طبعا في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم انا بشكر كابتن سيف. كابتن سيف اول سنه اتمرن معاه السيزون ده، عملنا فتره اعداد طويله جدا كانت 6 شهور. اما من اولها خالص كابتن سيف كان حاطط اساسيات، كان عايز الفرقه منضبطه بطريقه بشكل كبير، كانت صعبه جدا علينا في البدايه، مواعيد تمارين، ما فيش غياب، ما فيش حد يهزر في كان حاجات محطوطه صعبه جدا. لان كابتن انت يعني يبان عليك انا الهدوء ده بيبقى فيه انضباط في الملعب. كان انضباط فعلا، كان انضباط ما شاء الله، كان من على مستوى عالي جدا. عدينا الحاجات دي في الاول، دي كانت من الصعوبات. قبل كده قابلنا في الدوري تحديات كانت صعبه اللي هي في الفرق طبعا هيلبس والجزيره، منهم ماتش الصيد اللي مازن اتكلم عليه ده، كان ماتش لو كنا لا قدر الله تعادلنا او خسرنا كان الدوري طبعا ضاع. بعد ما خلصنا الدور الاول احنا دخلنا زي ما كابتن سيف قال لحضرتك البلاي اوف، احنا داخلين ثالث، فثالث احنا في منطقه يعني برضو احنا عايزين نكسب كل الماتشات عشان نقدر ربنا يكرمنا. الحمد لله دخلنا. كنا احنا في صور ليك يا كابتن مش كده؟ ده كابتن وائل، كابتن وائل عزت المدير الفني، وكابتن وائل رئيس الجهاز. ودي صوره احنا بنستلم الكاس. الكاس ما شاء الله. طب هو مين ده؟ ده مين اللي بيسلم الكاس؟ البوب طبعا، من البوب ده من علامات كره المايه في مصر. كابتن بوب ده من علامات عضو مجلس اداره ولا في لا هو في نادي هليوبلس. نادي هليوبلس مش عارف بالظبط ايه الاب الروحي، بس هو ده يعني ده اب روحي للعبة لكل الانديه يعني من علامات كره المايه في مصر طبعا. ما شاء الله. طب يعني كمل ايمن. لما جينا بعد كده احنا في الدور الاول خسرنا، تعادلنا مع الجزيره 8-8 وخسرنا هليوبلس، فكنا داخلين بلاي اوف احنا لازم نكسب الجزيره وهليوبلس. الحمد لله ربنا كرمنا اول ماتش كسبنا الجزيره 8-5. بعديه كنا بنلعب ماتش هليوبلس ده كان يعتبر فاينل، اللي كان هيكسب هياخد البطوله. الحمد لله كسبنا 10-9. وبعديه كان ماتش الزمالك اللي كسبناه وخدنا البطوله. خلصنا الحمد لله. جه بعديها فتره المنتخب، اختار اسم المنتخب، اتضميت مع المنتخب، عملنا فتره اعداد، جينا في الاخر التصفيات. الحمد لله ربنا كرمني عرفت اسافر معاهم. كانت فتره طبعا كان في معسكر عملتوه قبل كده او حاجه؟ للاسف في المؤسسه كان عندنا معسكر بس الظروف خارجه عن ارادتنا اتلغى. فاحنا اتمرنا فتره الاعداد، وطبعا ده حلم اي لعيب ان هو يلعب كاس عالم. الحمد لله كنا بشكل مشرف هناك، خلصنا البطوله وكلنا سعداء ورجعنا. مين اللي شارك مع النادي الاهلي في شارك مع المنتخب من النادي الاهلي؟ انت ومين؟ انا ومحمد اسامه ويوسف محمد سعد. واخدنا مركز كام في المنتخب؟ 15. 15 بس هو خد بالك الوتر بول المنافسه برضه صعبه. الوتر بول صعبه، الفرق هناك مستوى عالي جدا يعني كان زي الناس متوقعه على طول في كره المايه ان صربيا والمجر بيوصلوا فاينل. كانت مفاجاه السنه دي ان كرواتيا واليونان هي اللي يوصلوا يكسبوا صربيا والمجر واليونان تكسب في ضربات الجزاء. كانت مفاجاه صراحه. كانت مفاجاه، محدش كان متوقعها طبعا ان صربيا والمجر تطلع والبطوله في صربيا، يعني كانت حاجه كبيره جدا طبعا. صحيح. بس طبعا هي بتاخد خبرات، بتلعب مع ناس فارق القوه، كل ده طبعا بيرجع ليك انت بتكسب الحاجات دي كلها. دلوقتي احنا في خطوه ثالثه اللي هي الدرجه الاولى، خلاص احنا كلنا دلوقتي درجه اولى. بنرجع نشكر بقى كابتن سيف الفتره الطويله طبعا بفضل بعد ربنا. كابتن سيف وقف معانا جدا، وكابتن وليد عزت طبعا ورئيس الجهاز كابتن وائل، كانت فتره حلوه جدا. ودلوقتي عندنا حلم ان شاء الله ربنا يكرمنا ونلعب عموم يعني خلاص. ده حلمنا دلوقتي، دي اعلى حاجه زي ما مثلا حضرتك ان دي نوصل لها ان احنا نلعب عموم اكيد ان شاء الله. بس وربنا يكرمنا ان شاء الله. طب قول لي بقى ابو حميد بقى مشوار البطوله السنه اللي فاتت، يعني كلمني ازاي كان وجودك، ازاي مشاركتك، يعني كلمني على اللحظات برده الصعبه اللي كانت في البطوله، احكي لي يعني. يعني هي البطوله يعني كلها صعبه،
هو اصعب الماتشات فعلا كانت الصيد، هو ده يعني ده اصعب ماتش واجهنا. كلكم بتتكلموا عن ماتش الصيد كان يحطنا في حته ثانيه. بالظبط. وطبعا الجزيره وهليوبلس، ماتش الصيد هو ماتش الصيد كان عندنا احنا في النادي، فكان صعب نخسر وسط الجمهور كله او يعني نتعادل، حتى احنا ما فيش عندنا غير المكسب. كل ما بعدي يا كابتن من تحت كده الاقي هيصه، اعرف ان في ماتش ووتر بول. لا بالظبط. والله هيصه والجمهور والتشجيع جامد، لان فعلا الناس بتحب اللعبه. هي الناس بتحب اللعبه لان فيها متعه، يعني قريبه شويه من الهاند بول، فيها شوطه وباصه والحاجات دي كلها بتدي يعني متعه للعبه. بس فهو ماتش الصيد ده كان اصعب ماتش. وطبعا الجزيره برده احنا كنا ماشيين كويس طول الماتش، بس هو خلص تعادل. بس احنا قدرنا بعد كده في البلاي اوفس ان احنا نكسبهم، ونكسب هليوبلس ونكسب الزمالك. وطبعا يعني كان برده ماتش صعب، كان ماتش هليوبلس. ترتيبكم كان ازاي؟ يعني الاهلي لو واحد، هليوبلس اثنين. الاهلي الاول، هليوبلس الثاني، الثالث كان الجزيره، الرابع الزمالك، الخامس الصيد. يعني دول هم تقريبا اقوى خمس فرق. ومعاهم سبورتنج برضه. معاهم سبورتنج كمان. طب هو يعني نفس الفرق دي اكيد العمومي بتاعها والكبير بيبقى اقوى. بالظبط. يعني هم يعتبر هم الفرق دي هي اللي بتلعب في الفيرست تيم، اهلي وجزيره هليوبلس. بس يعني هي المنافسه تبقى بينهم هم الثلاثه بس. الفرق الثانيه بقى بيبقى فيه شمس، سبورتنج، معادي، زهور، دول بيبقوا يعني بيشاركوا بس على فترات بعيده، يعني ما فيش منافسه بينهم وبين اول ثلاث فرق. طب برضه اخبار المذاكره معاك ايه؟ انا مع مازن في نفس الجامعه، فاحنا يعتبر العربيه برضه بنذاكر. في نفس الباص بقى بنرجع ماسكين الكتب، هنعمل اساينمنت، هنعمل اي حاجه. بس يعني الموضوع بيبقى صعب، بنخلص الصبح نطلع على الجامعه، بنخلص 6 بيبقى عندنا تمرين الساعه 8، فيعني نلحق ناكل اي حاجه، نروح على التمرين نخلص الساعه 12. بس الناس فاكره، بص يا حميد، الناس فاكره ان الرياضي ده قاعد، والله يا كابتن بجد الناس تسمع للرياضي تقول فاكره قاعد بقى في تحت الشمسيه في النادي 10 ساعات في اليوم، صحته مساعده في بيعمل اي حاجه، مش فاكرين المعاناه. انا ليه دايما بقول الحته دي؟ عشان انتوا في اطفال بيتفرجوا عليها، والناس دي لازم تبقى قدوه. يعني 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 لازم ياخدوا قدوه، والقدوه هتبقى انتوا. ايوه بالك. يعني انت دلوقتي بتقول تشوف انا ما عنديش وقت، يعني يمكن انت بتنام كام ساعه في اليوم؟ يعني 5-6 ده يوم ما بقى كده. خلاص بقى، ده صيف وشتاء. ده على طول. لو في شتاء برضو مذاكره، في الصيف بيبقى في تمرينه في النص اليوم. ساعات برضو بنتمرن 3 ايام في الاسبوع، ده في الاجازه، فما فيش وقت نخرج كمان. يعني اصحابنا وحشونا، فبنشوفهم كل فين وفين يعني. طيب خلينا برضو، ما ينفعش بيكون بنتكلم عن طبعا كره الماء وما يكونش معانا الكابتن وائل عزت. ازيك يا كابتن وائل؟ مساء الخير. ازيك يا بطاله؟ وازي الكابتن سيف والشباب اللي معاك الجمال، الابطالنا اللي احنا بنعتز بيهم. كابتن وائل، الحقيقه يعني كابتن سيف كان بيكلمنا على الاستراتيجيه اللي حطيناها من 3 سنين، وازاي كان عندنا مشكله في الووتر بولو، وبعد كده انتوا حطيتوا استراتيجيه، واكيد طبعا الاستراتيجيه دي اتحطت من خلال حضرتك اكيد، لان حضرتك رئيس الجهاز وعارف مشاكلنا فين. كلمني عن الرؤيه دي اللي ابتدت من 3 سنين تقريبا. والله احنا كان عندنا رؤيه الحمد لله. يعني طبعا انا الاول يعني بشكركم، احنا كان عندنا رؤيه ان احنا ازاي ننمي لعبه الووتر بولو في النادي الاهلي، ان احنا طول عمرنا يعني الحمد لله لينا باع فيها. قعدنا مع الناس وابتدينا نحط استراتيجيه مهمه ان احنا ازاي نهتم بقطاع الاكاديميات وقطاع الناشئين، عشان ده اللي بيصب في الاخر في القطاع التنافسي بتاع الفرق الكبيره. وابتدينا ننفذ الموضوع ده، جبنا مدربين اجانب، ابتدينا نثقف مدربينا، ابتدينا نهتم بالاكاديميه تحديدا والناشئين، ابتدينا نسفرهم بره، ابتدينا نعلمهم يعني ايه احتكاك خارجي. الحمد لله كله اثمر في الاخر ان احنا ربنا اكرمنا الحمد لله، وكسبنا بطوله 20 سنه السنه اللي فاتت في الدوري، دي من اقوى البطولات اللي هي اللعيبه اللي قدام حضرتك دول اللي بيغذوا الفرقه الكبيره، والحمد لله كلهم دلوقتي كان لسه فيهم 3 موجودين في بطوله العالم في صربيا. وربنا كرمنا الحمد لله وعملوا نتيجه كويسه، وده نتيجه مجهود الناس اللي قدامك بقى، المدرب والمدير الفني والمدربين. احنا مجرد ان احنا بنحط استراتيجيه والناس بتمشي عليها، وربنا بيكلل مجهودنا كلنا بالنجاح. طب كابتن وائل، يعني حضرتك طبعا رئيس الجهاز وليك رؤيه شامله، احنا بنتكلم هنا على 20 سنه وكابتن سيف معايا بنتكلم على 20 سنه، طمني على الجهاز ككل، طمني على الفرق الصغيره، طمني على الدعم اللي حصل. ايه يعني هل احنا السنه دي افضل ولا لا؟ حضرتك ان احنا الحمد لله جميع الفرق الناشئين بننافس على اول تاني الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله عندنا دلوقتي قاعده عريضه من تحت لغايه ما بتصب في الفرقه الكبيره. الحمد لله عندنا مدربين على مستوى عالي، كل المدربين اللي قدام حضرتك بما فيهم كابتن سيف كلهم سافروا
سافر يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجه، كابتن سيف سافر صربيا، سافر المجر، شاف مدربين على مستوى عالي. تعرف حضرتك احنا لعبتنا اقوى فرقتين على مستوى العالم صربيا والمجر. صحيح. اداله فيزا ان هو يحتك. جبنا مدرب اجنبي على مدار ثلاث سنين، ده من احسن المدربين الاجانب. الناس احتكت معاهم وشافت ازاي المدربين الاجانب بيتبعوا احدث الاساليب في التدريب. ابتدينا نشتغل بقى ازاي نعمل سكاوتنج، يعني تعرف حضرتك لعبتنا برضو لعبه. صحيح. زي لعبه البطل. اكيد. مهم قوي موضوع السكاوتنج فيها. صحيح. ازاي نجيب دكتور نفسي ونحلل الاولاد ونقعده معاه، ازاي نشتغل على موضوع التغذيه، ازاي يبقى في عندنا الاداره الفنيه، يعني كان في بعض العوامل اللي بتساعدنا ان احنا نوصل للتنافس مع جميع الفرق في جميع المراحل. طب خلينا نتكلم عن الموسم الجديد يا كابتن، يعني الموسم الجديد ان شاء الله هيبتدي، يعني يمكن او يمكن ابتدى بيبقى خلاص يعني الايام دي. انتوا شايفين ازاي او الخطه بتاعتك السنه دي؟ يعني انت شايف اكيد بطولات، اكيد في فرق. شايف احنا دلوقتي كل الامور متوقفه، احنا عندنا في انتخابات الحزب بقى 29/9، ما عندناش اي حاجه لغايه ان شاء الله لغايه اخر الشهر. احنا لسه ما جالناش الجدول، بس احنا كل الفرق بتشتغل، كل الفرق عامله موضوع ان احنا عندنا بطوله وحاطين برنامجهم التدريبي. سواء احنا طبعا مش بنتكلم في ووتر بول بقى، احنا حضرتك انا رئيس لجنه العامه، ده بنتكلم في خمس العاب. صحيح. كل المديرين الفنيين شغالين، كل مديرين الاجهزه، لان احنا انت عارف حضرتك النادي الاهلي ما بيوقفش على الفنيين اي حاجه، احنا ممكن اي وقت نتصرف في اي. صحيح. بطوله. صحيح. بنبقى جاهزين. صحيح. فالحمد لله احنا صيف زي ما بيقولوا كده بنلحم صيف مع شتاء، الاولاد مستعدين عشان احنا مش بنستنى بطوله بتجينا، لا احنا ممكن بطوله تجينا في اي وقت. صحيح. مستعدين وجاهزين. حضرتك الاولاد اللي قدامك دول بيشتغلوا صفصف بعضهم وبيشتغلوا فترات طويله عشان يبقوا معدين اعداد كويس للدخول في اي بطوله في اي وقت يتسلكوا فيها. صحيح. كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك، كان لازم تكون معانا عشان نشوف نظره شامله لالعاب الماء بالنادي الاهلي، لان الحقيقه في جهد بيبذل مجهود كبير. راجع كابتن سيف، يعني برضو دراساتك واحتكاكاتك بالخارج اكيد فادتك. طبعا. واكيد النادي الاهلي ساعدك في دي، كلمنا عن التجربه. مفيش كلام، انا بقول لحضرتك انا بدات التدريب، انا بطلت سنه 2013 2014 على طول، كنت اول حاجه اشتغلت مدرب عام مع الدرجه الاولى مع كابتن وليد عزت اللي هو المدير الفني. فطبعا دي فرصه كويسه جدا ان انا اشكره، لان انا فعلا اشتغلت الشغلانه دي غير معايا، فالمحتوى اللي عندي كله تقريبا يعني هو ليه الفضل فيه طبعا بعد ربنا. فدي حاجه لازم اقولها. زائد بقى اللي كابتن وائل قال عليه من شويه، الاحتكاك الخارجي، الاحتكاك الخارجي ده بيبقى كل عناصر اللعبه، اللعيبه والمدربين وحتى والاداريين والجهاز الطبي بيشوف اخر حاجه برضه سكاوتنج وكل حاجه. بالظبط. فاحنا اول سنه طلعنا معسكر في المجر، وتاني سنه في صربيا، وانا عملت يعني كورس في صربيا، عملت تريننج هناك، خدت تريننج كورس هناك. وفي نفس الوقت كان يعني التوفير المدربين الاجانب لقطاع الناشئين بيبقى مفيد جدا، ده بقى اللي هو موجود معانا يوميا في النادي الرئيسي. فبالظبط. فده الواحد بتبقى فرصه الواحد ما يعني ما يسيبهاش طبعا. اكيد. استفدت كتير. انا استفدت، انا في ثلاث سنين دول استفدت كويس جدا، كانت فرصه كويسه جدا. واكيد النتيجه دي اللي حصلت مع ال 20 سنه ما جاتش يعني منظومه، لان احنا في الاخر الجهاز الاداري موفر كل حاجه تقريبا، مفيش حاجه في عناصر اللعب زي ما كابتن وائل قال، يعني سفريات لعيبه محترفه، خبراء اجانب علشان قطاع الناشئين، المعسكرات اللي بره، والجهاز الفني. كابتن وليد عزت من الناس من المديرين الفنيين، اشتغلت مع مدرب عام والسنه دي السنه الرابعه، من الناس اللي بتدي مساحات، بتدي لك حريه في العمل، بتدي مساحات واسعه، بيخنقش يعني الجهاز العام. المدرب العام هو له ثلاث خد بالك دي عشان هو عنده ثقه في نفسه طبعا. كابتن وليد انا لعبت معاه سنتين، انا بقول لك هي الحته دي مش اي خالص، هو راجل يعني اولمبي، لعب اولمبياد اثينا 2004، وهو من نجوم اللعبه في طبعاً. على مدار طبعا الثقه في النفس عاليه طبعا، ما يخلوش الجهاز اللي معاه. لا لا، ما هو يعني الحقيقه انا عارف كويس قوي ان دور المدرب العام يبقى همزه وصل بين اللعيبه وتنفيذ الاستراتيجيه اللي بيحطها المدير الفني. فهو بصراحه من الناس اللي بتدي مساحات واسعه جدا للجهاز اللي معاه كله، مش يعني مش بس انا، للناس دي طبعا زي ما حضرتك قلت ثقه، يعني ثقه كبيره طبعا، اسم كبير نجم من نجوم اللعبه مفيش كلام. يعني مازن قول لي طموحاتك ايه بقى الفتره اللي جايه، عايز تبقى ايه؟
انا طموحاتي عايز ابقى ليا دور اساسي في الفريق الاول، يعني زي ما الدور اساسي الاول. انت مركزك ايه يا مازن؟ انا مركزي سنتر فورورد، اللي هو اللي بيجيب الجول. انت السترايكر بتاع اللي هو العب بس في الدرجه الاولى، عشان ده يعني زي ما قلت حضرتك في الاول، ده اهم اقصى حاجه ممكن توصل لها في النادي. الحمد لله لعبت في خلاص 20 سنه دلوقتي، التركيز في عمومي. بدينا في فتره الاعداد بقى لنا شهر، خلصنا اول شهر فيها، بنركز ان احنا عايزين نلعب اساسي ونجيب الدوري السنه دي ان شاء الله، عشان زي ما حضرتك عارف هو غايب عننا بقى لنا فتره. فلما تبقى بدايه اول سنه لعب تبقى بالدوري، دي طبعا تدي ثقه. صحيح، ولكل مجتهد نصيب. خلي بالك احنا بقى لنا 3 سنين شغالين او 4 سنين. الحمد لله اكيد ربنا مش هيضيع المجهود. يعني دلوقتي فعلا زي ما كابتن سيف قال في الاول، كل الفرق اللي تحت ما فيش فرقه بتطلع بره الثلاث مراكز الاولى، يعني كله بينافس. صحيح. الحمد لله احنا في خلال مثلا موسم او موسمين كله يعني يبقى في الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله تبقى جوه الفريق وتبقى يعني السترايكر الرئيسي بقى، كان يتكلم بلغه الكوره. طب ايمن، خليني اجي اقول بقى، الفرص اللي جايه اكيد انت ليك طموحات. اي واحد يعني مستواك وشارك مع المنتخب اكيد ليه طموحات الفتره الجايه، طموحاتك ايه؟ طموحي طبعا ان احنا فعلا زي ما مثلا ان احنا نلعب عمومي، طبعا ده طموح كبير، ده على حاجه توصل لها في النادي، وبالذات ان انا راجع من بطوله كاس عالم، فده حاجه كبيره جدا. تديك دفعه وخبره. تديني دفعه وخبره طبعا، وان احنا عايزين نفيد عمومي باقصى درجه من المجهود والتعب اللي تعبناه مع كابتن سيف في البطوله، ان ده يدينا كل ده يدينا دافع ان احنا في عمومي نعمل حاجه كبيره. وزي ما كابتن سيف قال لحضرتك، كابتن وليد بيدي ثقه كبيره للعيبه وبيديك فرص، فهو مدينا الحمد لله فرص كبيره ان احنا خلاص بقينا بنتمرن بنلعب، بس ناقصنا ماتشات وخبره، وده ان شاء الله كله يجي. وطموحنا ان احنا نكسب الدوري، انه فعلا غايب عننا بقالنا كتير، وان احنا نكون سبب ان احنا نجيب الدوري النادي الاهلي. صحيح. طيب خلينا نروح على الهاتف، معانا كريم جمال لاعب الفريق، هو ما كانش معانا في الاستوديو بس يعني قلنا يعني نجيبه معانا على الهواء. اهلا بيك يا كريم. ازيك يا كابتن هيثم، اخبار حضرتك ايه؟ كويس، كله تمام، يعني طمنا عليك، قول لي، كلمني عن الدوري السنه اللي فاتت، كلمني عن طموحاتك. اصبح الاول على كابتن سيف العظيم. لا نمسي لو سمحت، عشان احنا دلوقتي عدينا خلاص، احنا دلوقتي سال العشاء، فيعني نقول بقى نمسي. اتفضل يا كريم. ازيك يا كابتن سيف، وازيك يا مازن، وازيك يا فؤاد، وازيك يا ايمن. ازيك يا كريم. هم بيسلموا عليك في الاستوديو يا كريم. والله يا كوتش، يعني اخترت احسن لعيبه في الاولاد الصغيرين اللي طالعين في الدرجه الاولى والدرجه الاولى. ويعني بنتمنى لهم طبعا ان هم ان شاء الله يكونوا اضافه لينا، وان شاء الله باذن الله يعني هو هدفنا كل يوم لعيبه كبار ولعيبه صغيرين، ان شاء الله السنه دي الدوري خلاص، احنا ان شاء الله السنه دي واخدين العقد للدوري السنه دي لازم نكون بعيد. طب احنا شايف يا كريم ان احنا بعاد عن الدوري، يعني السنه اللي فاتت طبعا بفعل فاعل تم ابعادنا عن المركز الثاني، وطبعا الموضوع ده حطينا عليه الضوء كتير. شايف السنه دي احنا منافسين جامدين على الدوري ولا لا؟ بص يا كوتش، ان شاء الله حصل بقى النهارده السنه دي تلاعب، حصل تلاعب، ان شاء الله الدوري في النادي الاهلي باذن الله. ان شاء الله. ساعه موت نفسها الجهاز شغال طبعا، واحنا والله السابت عملنا كل اللي نقدر عليه، بس ربنا ما كرمش طبعا، حضرتك عارف اللي حصل يعني. بس ان شاء الله السنه دي يعني هنحارب اي ظروف، وكابتن سيف كابتن فعلا شغالين معانا من اول السنه اهو، جايين بقى لنا شهر، وان شاء الله يعني فتره الاداء تبقى كويسه جدا، وهنكمل ومستنيين البطوله تتحط امتى، وان شاء الله هنشتغل عليها باذن الله. طب خليني اسالك برضو، يعني 20 سنه جامدين في, في في عندنا في النادي الاهلي، اكيد ده بيبقى دعم قوي للفريق الاول، انتوا بامانه شايفين ده يعني هيديكوا دفعه قويه ولا لا؟ بص يا كوتش، هو يعني لازم حضرتك تبقى عارفه ان بطوله 20 سنه ما تقلش حاجه عن الدرجه الاولى. صحيح. يعني بطوله 20 سنه هي نفس درجه بطوله الدرجه الاولى بالظبط. فاللعيبه اللي قدامك دي بجد هي حاجه يعني مشرفانا كلنا، وكانت بطوله صعبه جدا، وفعلا كابتن سيف عمل مجهود السنه اللي فاتت قوي جدا وكبير جدا، يعني محدش هيتخيل الراجل ده عمل مجهود ازاي ان الفرقه دي تاخد يعني المركز الاول. صحيح. كابتن سير كمان بيعمل مجهود كبير قوي مع الدرجه دي، يعني هو المدرب العام بتاعنا، وهي الموضوع عندنا موضوع عادي. صحيح. ورا دي اخواتنا، وفي لعيبه اكبر مننا هم اخواتنا الكبار، وكابتن سير وكابتن وليد اخواتنا برضه، فالموضوع كلها اسريه. طب خليني اسالك برضه يا كريم، انت يعني لعيب كبير في الدرجه الاولى واكيد عارف القصه دي، يعني اخبار توفير الامكانيات ايه ليكوا كفرقه؟ خلي بالك الموضوع ده بيفرق، انا كنت لعيب وعارف لما بتحس ان الاداره قريبه منكوا بتلبي لكوا طلباتكوا، يعني اتكلم في النقطه دي، قول لي انت شايف ده ازاي؟ بص يعني هتكلم مع حضرتك برضه في البدايه دي، طبعا باشمهندس محمود طاهر الراجل عامل يعني ما يتعملش بالنسبه لجهاز كره المغرب، وطبعا من بعد كابتن وائل طبعا هو رئيس الجهاز وشغال كويس جدا، فعلا موفر لنا اجانب محترفين كلاعيبه، مدربين خبراء طبعا اللعيبه بتستفيد منهم والمدربين بتستفيد منهم، فعلا سافرنا معسكرين كانوا ناجحين جدا، فعلا المنظومه كلها فعلا يعني بتتقدم كل يوم عن يوم بطريقه لا تتخيلها. ونفسكم مفتوحه للبطولات بتهيألي يا كريم؟
طبعا طبعا ما دام كل حاجه متوفره انت كلاعب بقى مش قدامك انك تعمل شغلك تك انت بقى قدامك كده. صحيح كريم جمال لاعب الفريق الاول الووتر بول بالنادي الاهلي شكرا جزيلا نورتنا الحقيقه. يعني كلام محترم لما بيجي من لاعب بيحس قد ايه ان في امكانيات متوفره حتى نبره الصوت انه عايز بيقول لا الدوري هنعمل هنتغلب على المستحيل هنتغلب على الظروف الحقيقه يعني اكيد ده درس حتى للعيبه الصغيرين اللي قاعدين معانا ولا ايه رايك يا ابو حميد يعني؟ لا كابتن كريم طبعا ده احسن لعيب في مصر يعني هو قدوه لينا واخونا الكبير واحنا يعني عامه يعني مع الفيرست تيم مش حاسين بفرق السن يعني اذا كان كريم او الناس الاكبر والناس الاصغر احنا يعني كلنا زي ما بيقولوا فرقه يعني واحده ودخلنا كلنا في المود سوا وان شاء الله يعني هو تارجت واحد السيزون ده ان احنا لازم ان شاء الله ناخد الدوري ويعني ما فيش حاجه بديل عن الدوري والكاس ان شاء الله. وهو يعني الحقيقه بيبقى شعور حلو لما تلاقي اللعيب الكبير طبعا نجم زي كابتن كريم وداخل بيرحب بيكم على الهوا بيقول احسن لعيبه يعني بيتهيأ لي اكيد ده بيبقى ليه انطباع حتى في التدريب مع الفريق الاول اكيد بيبقى ليكم انطباع الكبير بياخد الصغير يعني اكيد ده بيبقى اول درجات النجاح. أيوة طبعا يعني ايوه طبعا يعني انا مثلا واحد كنت بطلع على البسين بشوف الناس دي بتتمرن دخلت العب فكان يعني نفسي ابقى معاهم حتى في الميه دلوقتي بقى يعني الحمد لله بننزل سوا بنلعب سوا فالناس دي طبعا يعني فضلها كبير علينا كلنا وان شاء الله ان شاء الله يعني سوا كلنا نحقق التارجت يعني. احمد مين مسك الاعلى في مصر؟ في مصر في كابتن كريم طبعا وكابتن يحيى دول مسك الاعلى عبد الستار هم الثلاثه دول يعني اه. طب قول لي برضو انا ما سالت طبعا زمايلك طموحاتهم ايه الفتره الجايه كله اتفق ان هم عايزين يلعبوا عمومي اه طبعا مفيش حد فيكم بيفكر في الاحتراف يعني هل بعيد عنا هل نقدر تهيألي نقدر يعني ما شاء الله انا شايف يعني بدنيا انتوا تاتش وود يعني اللهم صل على النبي امكانيات كبيره طب ليه ما بيفكرش في الاحتراف؟ هو الموضوع بيبقى صعب شويه عشان الجامعه واللي مثلا ملتزم بشغله هنا فالموضوع بيبقى صعب يعني مش زي الكوره فيعني عندنا موضوع صعب الدراسه والجامعه وكده بس خد بالك ده بيبتدي من الاول بسكولر شيب يعني ممكن منحه في جامعه اه بالظبط بس يعني برضو الووتر بولو مش اللي هي يعني مثلا السكولر شيب مثلا بتكون في المانيا ويعني المانيا مش اللي هي الدوله الكبيره قوي في الووتر بولو فالموضوع مش هيبقى يعني هيبقى زي هنا يعتبر يعني احنا هنا مفيش فرق بيننا وبين المانيا كتير امريكا الووتر بولو مش منتشر بشكل منتشره بس برضو امريكا مش اللي هي الدوله اللي هي اللي بتنافس هي المجر وصربيا والاثنين مبدوش سكولر شيب كرواتيا الحاجات دي هو الحل ان انت المنتخبات وتقوي نفسك مع حتى مع المنتخب الكبير طب ليه المنتخب الكبير ما بيشاركش يعني ايه مشكله المنتخب الكبير يعني والله دي حاجه بقى ترجع للاتحاد يعني تاني لو في جيل جامد اكيد الاتحاد هيفكر اكيد يعني هو كان في جيل جامد صعب ها في لعيبه في لعيب لا في النهارده في مصر في نجوم نادي هليوبلس نادي الجزيره الجزيره والاهلي غريبه قوي طب فرق لعيبه على مستوى عالي جدا شد انت زعلتني كده يعني حتى لا. عندنا مستويات عاليه والاتحاد ما بيشاركش طب ايه السبب؟ تقيل طبعا يعني السبب يعني في اسباب اقتصاديه طبعا موضوع لا ده مش حجه الدولار يعني انا هنقول ان هنقول انه سبب يعني لكن النهارده السبب ان احنا ما بنحتكش مش ان ما فيش جيل النهارده في لعيبه على مستوى عالي جدا في مصر وخساره اللعيبه دي ما يبقاش عندها بزاي. التزام يعني يبقى سقف طموح اللعيب ان هو يلعب كاس عالم ناشئين وخلاص على كده حضرتك يعني. سالت اللعيبه هم بيقولوا لك احنا عايزين نبقى في الدرجه الاولى لان هم عارفين كويس قوي انه بقى لنا اخر حاجه طلعناها كانت 2013 مع منتخب الكبير ومن ساعتها مفيش اي حاجه خالص يعني اكيد في انتخابات يوم 29/9 كابتن وائل قال بالزبط. محتاجين ان الاتحاد اللي يجي طبعا يبقى عنده الامانه انه يبتدي يحيي الموضوع ده تاني لانه حتى لو بنشارك ما كناش موفقين بس حضرتك بتقول في لعيبه كويسه لا في لعيبه ده مؤكد يعني دي حاجه ما في كل المراكز وفي في وفره في اللعيبه وكمان يعني انا ما توفقتش اقوم الغي المنتخب ولا ان انا اشتغل اكتر ما بالظبط كده انت فاهم قصدي ايه يعني لا ده انا يعني اصل ده اسم مصر يا جماعه يعني ما ينفعش غيب احنا تهيئ افريقيا احنا نمره واحد افريقيا وعربيا احنا نمره واحد باي فار يعني بمسافه كبيره احنا مش محتاجين حتى يعني مش لازم يبقى حتى نروح دوره العاب اولمبيه ولا بطوله عالم في لسه يعني في لازم احنا محتاجين نحتك مع الاول وبعد كده كابتن سيف نورتني وشرفتني والف مبروك وللامام دائما طبعا كان وجودك في الاستوديو مهم معانا والحقيقه حسينا بقد ايه المجهود اللي بتعمله احنا اللي مبسوطين النهارده ان احنا موجودين في القناه بتاعتنا كلنا بتاعت النادي الاهلي وفي بيتنا زي ما حضرتك بتقول ومتشكرين مش هتبقى المره الاخيره صدقني ان شاء الله باذن الله مازن نورتني وشرفتني ان شاء الله يعني ربنا يحقق لك كل امالك وطموحاتك ان شاء الله ايمن نورتني والحمد لله على السلامه ربنا يوفقك في اللي جاي ان شاء الله يا رب احمد متشكرين شكرا ربنا يخليك ده شرف لينا ان احنا هنا في بيتنا طبعا احنا هنا عشانكم
ان شاء الله هتكونوا معايا كتير يا رب ونكون على تواصل بمستوى شخصي معاكم ان شاء الله، لان الحقيقه شفت طاقات ايجابيه كبيره جدا في عينيكم، وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. شاكرين جدا يا ابو حميد. اعزائي المشاهدين فقرتنا الثانيه انتهت، هنطلع لفاصل وهنرجع نستقبل كابتن محمد مصالح المدير الفني للفريق الاول لكره الطائره بالنادي الاهلي. الحقيقه لقاء مهم، هيبقى فيه اسئله مهمه، هنحط الضوء على الاستعدادات اللي فات واللي جاي، لقاء احنا محتاجينه في الوقت ده عشان الطايره الحقيقه لعبه مهمه جوه النادي الاهلي. ما تروحوش بعيد، فاصل وهرجع لحضراتكم مع ضيفي كابتن محمد مصالح. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه قبل طبعا ما ارحب بضيف اللي انضم لي في الاستوديو، عايز اقول حاجه مهمه. شهر 10 اللي جاي تحدد بطوله افريقيا لابطال الدوري لكرة اليد، يمكن الفرقة الوحيدة اللي عندها اشتراك افريقي بدري شوية هي فريق الأول لكرة اليد، رايحين افريقيا في اكتوبر. بطولة مهمة، بطولة قوية في تونس، أربع خمس فرق استعدوا كويس، كل التوفيق ليهم، أكيد هنتابعهم والأيام بتجري بسرعة، أسبوع اتنين تلاتة هتلاقينا بنستعد للبطولة دي. أرحب بضيف اللي انضم لي يعني في الاستوديو الكابتن محمد مصالح المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة، أهلا بيك يا كابتن. ازيك يا كابتن هيثم؟ نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك، كل سنة وأنت طيب يا كابتن. طيب ربنا يبارك لك ونورتنا في بيتك وقناة النادي الأهلي، حقيقة بنبقى سعداء وأنت معانا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. طب قول لي يعني الموسم اللي فات كان موسم استثنائي. وألعاب الصالات الحقيقة رفعت اسم مش نادي الأهلي بس، اسم مصر كلها، يمكن أربع سبع بطولات أفريقيا، سلة طايرة يد تنس طاولة، الحقيقة يعني شرفتونا، شايف الإنجازات دي إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاول بتشرف بيك. النادي الاهلي طول عمره كان متربي فيه من زمان الحمد لله، ما بيعرفش الا المكسب بجمهوره بكل حاجه. الموسم اللي فات استثناء بالنسبه لالعاب الصالات الحمد لله، حتى تنس الطاوله كسب بطوله افريقيا، فدي خطوه طبعا مهمه جدا وموسم تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي. بالنسبه للفولي الناس طبعا زعلانه برده ان الدوري راح مننا، لكن بنبص للقطاع كله، احنا كقطاع حققنا سبع بطولات من 10، فده طبعا الحمد لله نتاج طبعا مدربين ناشئين ومدير قطاع ناشئين محترم جدا هو الكابتن محمود فرج، وقدرنا نكسب 13 و15 و17 منطقه وجمهوريه، وفي الدرجه الاولى كسبنا بطوله افريقيا، فده مجمل العام السنه اللي فاتت الحمد لله. كان الدوري والكاس فاينل يعني بنلعب، خسرنا الدوري طبعا بفرق شوط، والكاس كان ليه ظروف خاصه وشرحتها لك، وانا دافعت عن الفرقه دي باستماته ازاي، ان هي كانت مجهده جدا، مش لا من سنه 2015 كان ما فيش فرقه زي ما حضرتك قلنا وكلمنا، وقلنا ازاي ان احنا ابتدينا ندعم الفريق ونبني تاني من جديد، وهو ده اللي انا استراتيجيتي انا ان شاء الله ان انا اطلع بقى فريق من تحت كده ان شاء الله، وخلال حديثنا ان شاء الله هنبتدي نشوف ايه الاستراتيجيه بالظبط. طيب خلينا نتكلم عن الاستعدادات، هاخدها مع حضرتك واحده واحده. الموسم خلص اللي فات، حضرتك حطيت الريبورت بتاعك او تقريرك قدمته لاداره النشاط الرياضي، ابتديت العمل فورا من وقت ما جددوا الثقه في حضرتك، قول لي استعديت ازاي وفكرت ازاي؟ طيب انا قبل ما اتجدد الثقه كان اخلاصي للنادي الاهلي او واجبي بيقول ان انا لازم كنت ابحث عن لعيب اجنبي ثاني. رسلان اللي كان معانا على فكره كان لعيب كويس جدا، الناس ما شافتوش في الدوره المجمعه الاولى، كان احسن كتير، كان هايل، وهو يمكن احد العناصر المهمه جدا اللي كان كسبتنا في بطوله افريقيا، كان كسبنا، لكن هو ما كانش متاقلم مع مصر، وكان في حاله نفسيه كده عنده ان هو وحيد شويه يعني، او في وحدانيه شويه، ما كانش متاقلم، فهو اللي طلب كمان ان هو ما يستمرش. ما هو انا شفت برضو نشاطاته، بيركب موتوسيكلات، بيعمل يعني، هو مش هيتاقلم قوي مع الحياه جوه. لا مش متاقلم قوي في مصر فعلا. فانا كواجبي قبل ما حتى نتجدد كان الكابتن مروان هشام طبعا كلفنا ان انا ندور على لعيب محترف. فطبعا سوق الانتقالات في شهر 5 و6 بيبقى هو ده انسب وقت، لان واحنا عايزين واحد مميز يعني. صحيح. فابتديت ادور، وانا برضو لسه ما اعرفش اذا كان هيجدد لي ولا لا. دورت ناس كتير طبعا، الدولار وازمته والكلام ده كله كان عقبه كبيره جدا. اتحدد لي طبعا مبلغ معين، جبت لعيبه كتير قوي اتفرجت عليهم لغايه لما استقرنا على شكري جويني لعيب منتخب تونس واحد اعمده فريق الترجي كان. ابتديت طبعا مع محمد زكريا ان احنا نجيب التحليل بتاعه، وانا حللت ماتشاته كلها في الدوري العالمي اللي فات يعني، احصائياته كلها، والحمد لله استقرين عليه وابتدينا التفاوض مع نادي الترجي. هيخش بسرعه جوه الفرقه، نفس الطباع، نفس الاعداد، وهيفهم كويس، وشايف الوقت هيوفر عليك مجهود كبير كمان بالظبط كده. فهو بصراحه الحمد لله خاصه ان ارقامه تساوت مع ارقام المحترفين.
مش عايز اقول لك ان شاء الله الحمد لله يعني ربنا وفقنا فيها يعني جدا يعني. والحمد لله اشاده حتى من الجمهور العادي جدا ان هو اشاد بالصفقه دي. وعلاوه على كده طبعا جبنا عبد الله عبد السلام لعيب بيته وراجل طبعا كابتن النادي الاهلي دلوقتي اهلاوي جدا وبيحب النادي صحيح. الاهلي ومن حسن حظي ان انا موجود معايا عبد الله وحسام وكريم ثلاثه بلاي ميكر عاليين جدا وان شاء الله عمل موسم رائع السنه اللي فاتت والله والله الولد دوت كويس جدا 7 سنين شايل النادي الاهلي من غير ما يقول اي لوحده صحيح بصراحه صحيح وابتديت بقى ان شاء الله يعني كده احاول يعني هن خبره مع شباب مع ناشئين فهعمل كده ان شاء الله فريق كويس توليفه يعني كويس خلينا جدا ناخدها واحده واحده محترف وفقت فيه شكري الجويني مضيته سنه على سبيل الاعاره من الترجي التونسي تمام. خلصنا ملف اللعيب الاجنبي قفلناه الدعم اللي جالك عبد الله عبد السلام عبد الله عبد السلام رجعته بيته كان كصانع العاب مع حسام مجموعه كويسه تمام الخطوه الثالثه بقى لا انت قلت حضرتك عايز تصعد مجموعه كلمنا عن المجموعه اللي طلعت من خلال بطوله العالم اللي فاتت 23 21 19 ولادنا طبعا محمد رمضان وعبد الرحمن محمد رمضان عمل انجاز كبير 23 سنه معانا في الدرجه الاولى صعدت فعلا يوسف الصافي ويوسف مرجان وعمر ياسر دول معايا دلوقتي بيتمرنوا معايا لان في فتره منتخب كده هم دلوقتي فيها بالظبط ان شاء الله هيبقى لهم دور خصوصا يوسف الصافي احتمال كبير جدا يبقى له دور كبير قوي في الفرقه يوسف ابني طبعا كابتن حمدي الصافي طبعا ملوش دعوه خالص حمدي على فكره طبعًا. هو ولد مجتهد لا واخد احصائيات كويسه في كاس بطوله العالم بالظبط كده هو مجتهد جدا وولد ابن الوزع احنا بنقول بس انه مباشر ابن الوزع عوام انما مالهاش علاقه الولد طالع بالظبط كده هو يعني هو ولد كويس قوي وتوقع له مستقبل باهر يعني علاوه على كده طبعا بقول لك عمر اكرم مع عمر يوسف عمر ياسر معايا ان شاء الله دول بيتمرنوا معايا علاوه بقى طبعا على شويه الشباب عبد العال وحسام وقطب وحماده وشريف ويعني مجموعه حلوه زائد الخبره معوض ومنعم وعبد اللطيف وعبد الله دول توليفه كويسه جدا مش السنه دي بس ان شاء الله خلي بالك الباسكت لما حسن. نجح الفتره اللي فاتت نجح عشان عمل حاجه بتقول عليها عمل 3 أجيال بالظبط هو ده اللي انا بالزبط. اللي انا ان شاء الله بهدف له جدا يا رب ان احنا نعمل اجيال للنادي الاهلي مش السنه دي بس للي بعد كده ان شاء الله يعني وانا اتوقع ان شاء الله يعني هي خطوه مهمه جدا هنستحوذ على يا رب ان شاء الله طب يعني طب قول لي برضو يعني المجموعه اللي طالعه اكيد في 2-3 هيبقى لهم دور كبير لان دي يعني هو ده طبيعي يعني مش كل اللي بيطلع بيلعب بيتمرنوا بياخدوا الخبره بتعتمد على 2-3 تمام كلمني عن التوليفه دي يعني محليا ولا هتحتاج منهم ناس على المستوى الافريقي اعتقد ممكن يوسف الصافي ممكن يخش افريقيا تمام هو امكانياته كويسه يعني ورمضان يخش معاك برضو ولا رمضان هو معايا في الدرجه الاولى هو يعتبر اساسي معاك لانه تحت 23 سنه لا هو معايا في الدرجه الاولى اصلا محمد رمضان وعبد دي تدريبات يا كابتن احدى التدريبات ليكم يعني ده اول موسم ابتدينا طبعا انا قعدت مع الدكتور حسن طبعا مخطط الاحمال بتاعنا يعني الخطوه الثانيه عايز بقى تقول لي البلان اللي حضرتك ماشي عليها اول ما تم التجديد طبعا معايا قعدت مع الباشمهندس عاصم السعداني مدير عام النشاط الرياضي بصراحه عشان بس ما اشكر يعني فعلا ناس بتقدم كل خير وكل اي حاجه بقدمها او بطلبها يا كابتن انا رحت امبارح ماتش كنت في الصاله بالصدفه ماتش سيدات لقيته قاعد مش عارف رحت فين لقيته قاعد لا يعني هو دؤوب لا بصراحه يعني يعني هو انا دي شهاده حق يعني والله الراجل دؤوب وبيدور على اي حاجه كويسه يعملها للنادي الاهلي هو في خطوات كده الواحد بيقدمها له وبعدين انا علاقتي بيه وبالكابتن مروان هشام ما يعني فعلا انا ما بكلمش حاجه خالص ما بكلمش حد في مجلس الاداره هو ده النادي الاهلي كابتن هو ده النادي الاهلي استقرار فالحمد لله برضو عشان بس نكون في مجلس الاداره تكرم برضو ووافق على تجديد بعض العقود للناس بعقود جديده عبد العال وحماده على ما اذكر يعني فورا والناس كلها وافقت وحاجه يعني بمنتهى الامانه يعني واحمد سعيد عشان الاستاذ نجم صاعد طبعا بقوه فان شاء الله يعني مجلس اداره وكابتن عاصم مدعمين للفرق كلها مش لفرقتنا بس صحيح فقعدنا مع بعض كده بعد كده طبعا هقول لك خطه حسن قعدنا مع بعض اول موسم ايه اللي هيتم بالظبط لغايه تقريبا شهر 11 لان تحدد بطوله افريقيا المنتخبات هتخلص في اول 11 اللي جاي 11 اللي جاي من 22 ل 30 11 دي بطوله افريقيا 30 10 تقريبا دي مؤهله لحاجه مؤهله لبطوله العالم مهمه جدا
طيب دي هتخلص شهر 11. دي هتخلص شهر 11. احنا الدوري بتاعنا هيبتدي امتى؟ طيب انا برضو جمعت الفرقه بالدوليين من شهر 7، عملت اعداد شهر 7 و8 وعملنا الاعداد بتاعنا بدني ولا بدني وفني؟ بدني. البدني طبعا كان اهم حاجه، والفني دلوقتي انا ابتديت اشتغل انديفيدوال لان المنتخب دلوقتي اتجمع فانا بعدد صغير قوي فبشتغل انديفيدوال. مهم جدا طبعا. فالمهم يعني ان انا ابتديت دلوقتي مع الفرقه اللي معايا ان انا اشتغل انديفيدوال بسيطه يعني يعني حاجات فنيه كده. فان شاء الله بعد ما يرجعوا هنبتدي الدوري تقريبا على طول. انا ما اعرفش هبتدي امتى. انتخابات امتى بتاعه الطايره؟ انتخابات 29/9. 29/9 في نفس انتخابات السباحه. طيب هتخلص انتخابات بتهيألي بعديها بيومين ثلاثه هيعلنوا الدوري. هم المفروض ان هم اجتمعوا بينا قبل في شهر 5 قالوا لنا الشكل العام للدوري، بس المفروض كان يبدا في شهر 10. لا هيبتدي يعني ممكن نص 10 ونص الاخير من 10 يعني. بس طبعا هيبتدي ماتشين ثلاثه يقف عشان المنتخب. لا هو هيبتدي ان شاء الله في شهر 11 يعني. هو ما جاش حاجه رسمي بس ان شاء الله هيبتدي في رؤية كده شهر 11. طب ده مش متاخر يا كابتن؟ هو متاخر بس هنعمل ايه، هو المنتخب ظروفه كده يعني. طب احنا يعني انا كنت مع المهندس عاصم امبارح، عاصم السعداني مدير النشاط الرياضي، قال لي ان هو مش عارف الاشتراكات المحليه اخبارها ايه. طب انتوا افريقيا اتعرفت بالنسبه لنا ولا لا؟ هو البطوله العربيه في شهر 2، البطوله الافريقيه في شهر 3، دي ثابته في الاجنده الدوليه بالظبط كده. الدوري هيبتدي بقى، هي دي اللي هتبتدي يعني. هنبتدي في شهر 11، هنلعب كل يوم اثنين وجمعه. الاجتماع اللي انا حضرته هيتقسم الفرق الاربع مجموعات، هياخدوا اول وثاني، ثمان فرق هيعملوا دوري رايح جاي ويبقى كده. ده عكس السنه اللي فاتت. السنه كان مجموعتين لا ولا كان اربعه؟ كان اربعه بس ست فرق، المره دي خلوها سبع فرق. يعني 28 فرقه صعدوا فرق من تحت. هنعمل دوري رايح جاي ثمان فرق، وبعدين اللي يكسب ياخد الدوري. وفي حاجه استحدثوها اللي هي بطوله السوبر، اول اربع فرق هيعملوا دورات مجمعه بينهم، بس ما حددوش لا مكان ولا زمان توقيت ولا اي حاجه. معلش هو ده الشكل بس. دي بطوله سوبر غير الدوري. غير الدوري دي بطوله جديده. ده المفروض اللي هو السوبر الجديده يا كابتن صح؟ طيب هنقول بطوله افريقيا احنا كنا عايزين نجيبها القاهره. تمام. جت ولا لسه؟ لا لسه مفيش. طب قدمنا طلب؟ انا قدمت طلب لمجلس الاداره بس لسه. هو في كذا مدير فني مقدم طلبات، ولكن الموضوع ده مرجئ مناقشته شويه للدراسه، لسه ما اتخدش فيه قرار. لسه هو بطوله السله الباسكت فتحت نفس الناس فعلا، والجمهور كان شكله عظيم جميل جدا وكان منظم جدا والناس ونجحت نجاح باهر، فدي شجعت كتير قوي. بس احنا في الفولي يعني في النادي الاهلي نظمنا بطولات كتير قوي فولي وكسبناها يعني. سنه اول ما الصاله اتفتحت سنه 94، سنه 97 صحيح. سنه 2001، سنه 2004. لا طب شايف الرؤيه جوه النادي ايه يعني؟ الناس مرحبه جدا طبعا اللي هي الركعه الاتحاد الافريقي يعني هو اللي كان بس اصل خد بالك السنه اللي كانت في تونس مش هتدوها لتونس تاني يعني. لا حصلت قبل كده، ادوها لتونس في اربع سنين ثلاث مرات. طب احنا احنا كان اخر مره في مصر امتى؟ اخر مره كانت في مصر سنه 2015 سنه 2016 لما الجيش كسبها في استاد القاهره. كان الجيش كسبها صح. فهو يعني احنا هنقدم بس الله اعلم اذا كنا نقدر ناخدها ولا لا. تمام بالظبط. طيب عايز اروح معاك لملف الناس برضو عايزه تعرف ايه اللي وصل فيه احمد صلاح. تمام. انت بتضحك طبعا، انا عارف حضرتك بتضحك ليه. يعني انا عارف ان في كلام طبعا، هو لاعب نادي الاهلي وهو بيلعب طبعا في نادي الجيش، نادي طلائع الجيش، نادي محترم، مؤسسه محترمه. كلمنا يعني كنا نتعشم ان هو يجي نادي الاهلي، ايه اللي حصل؟ احمد صلاح بدون شك لعيب عالمي طبعا، لعيب هايل واهلاوي طبعا. هو وانا ومجلس الاداره موافقين تماما ان هو يجي لنا السنه دي خلاص، وفي مفاوضات تمت وكل حاجه بمنتهى الامانه. صحيح. خلاص ما قصرناش لا المجلس ولا انا ولا هو اي حد يتمنى يبقى عنده في الفرقه. تمام. وكل حاجه تمام واتفقنا وكل حاجه، لكن هو ماضي سنتين في نادي الجيش ونادي الجيش مش عايز يسيبه. سابوا طبعا نشكرهم، ما سابوش حقهم بس. ولا يصح اطلاقا ان جه جواب من نادي الجيش ان احنا عايزين نسيب احمد صلاح بمبلغ كذا. ما حصلش والله ما حصل. لان هو الكلام ده بصراحه كويس انت قلته، وحصل جدل ان النادي الاهلي لو كان في مبلغ اتحط انا متاكد النادي الاهلي كان هيقول انما هو الجيش حقه في دي حاجه حلوه طلع الجيش قال لك مش عايز يسيبها. مش هسيبها. لكن هو ده بمختصر المفيد، مفاوضات وكل حاجه. يا ريت يجي، اهلا وسهلا طبعا، بيته وحاجه انا اتمناها، لكن هو نادي الجيش اذا هي يعني بيتهيألي يخلص نادي العادي بتاعه، وتاكيد احمد هيحترم عقده وهيلعب بكل قوه بعد ما يخلص العقد. احمد لعيب محترف وعارف واجباته، ولا يمكن ابدا ياثر في اي حاجه. صحيح. انت الامانه، وهو
لكن فعلا ما جاش حاجه للنادي الاهلي رسمي من نادي طلاء الجيش تفيد بموافقته على الانتقال للنادي الاهلي باي مبلغ من المبالغ اللي تالت. المبدا كان مرفوض اصلا في نادي طلائع الجيش. صعب. صعب ان هم يسيبوه. صحيح، لان هو طبعا ما يبقاش حد عنده اللاعب ده. حاولنا كتير ما. بس هي ان شاء الله شهور ويبقى يخلص عقده ويحترم تعاقده ويجي النادي الاهلي، مفيش اي مشكله خالص. وساعتها زي ما عبد الله عبد السلام خلص اكيد النادي الاهلي هيرحب بيه ويرجع لبيته تاني. طب خليني شكري سافر اللي هو لاعب المحترف التونسي، مضى حتى حاولنا نجيبه في البرنامج وكلمنا حضرتك قلت لنا لا ده مسافر عمل الكشف الطبي ومضى وسافر. طب هيرجع تاني امتى بقى ينضم رسمي؟ طيب انا برضو عشان اكون صريح معاك، انا ممكن اجيبه ويتمرن معايا، بس هيتمرن 5-6 ولا احسن يبقى في مجموعه تونس وبيتمرن، فهو هناك الاستفاده. الاستفاده احسن بكتير، هيعمل معسكرات كويسه، هيعمل ماتشات كويسه، فانا اسيبه احسن في منتخب تونسي ياخد حافظ على مستواه. مدرب عالي جدا، مدرب الايطالي، وانا يعني انا يعني كصفه بقى كواحد بحب مصر، المنتخب التونسي بيستعد كويس جدا للبطوله الجايه دي، واحنا لسه بادئين قبل العيد، فانا يعني بشد ازر الرجاله شويه في المنتخب. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم، منتخب التونسي ورنينج ان لازم نشد شويه. المنتخب التونسي قوي جدا وجاي، ده غير الدوري العالمي، ان هو لعب الدوري العالمي يعني متجمع بقاله من شهر 5 لغايه دلوقتي، لغايه هيتجمع 5 أشهر كامله في معسكرات. طب وهو يعني ممكن على امتى ممكن ينضم لنا؟ يعني بيتهيألي بعد بطوله افريقيا على طول، اول ما نبتدي احنا يسلم عليهم ويجي لنا. يسلم عليهم ويجي. بس هو او يجي معانا في الطياره، يعني ياخده معانا بالطياره. لا مش طياره، البطوله هنا، البطوله في مصر. البطوله في مصر. يعني بطوله افريقيا القادمه للمنتخبات هتبقى في القاره اللي هي في شهر نوفمبر. تمام. طب ما ده برده حاجه كويسه، هو يجي بشنطته بقى الكبيره، ما يجيش بالشنطه الصغيره. طب قول لي برده يعني حته ان انت تفكر في لاعب عربي وجبت احصائياته، الموضوع ده انت حضرتك قلت خد منك وقت كتير. شاركت فيه حد ولا القرار كان بتاعك بس؟ لا طبعا شاركت فيه محمد زكريا الاول عشان هو اللي بيعمل التحليل بتاعه، وشاركت فيه طبعا تامر. محمد زكريا اللي هو المحلل. المحلل حضرتك. تمام. لان هو اللي بيجيب لي، انا طبعًا عايز، لان هو لعب اصلا بطوله افريقيه قدامنا، جاب لي كل الديتيلز بتاعته كلها، والحمد لله يعني كل المؤشرات بتدل ان هو